أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الأسد الخميس 25 مارس 2021. تتكلم بطلاقة ولا تشعر أن هناك قيود. تتحدث مع أصدقائك عن أهمية التعليم العالي وتحثهم على طلب العلم. تبدو عدوانيا إذا حاول البعض أن يقف في طريقك. أن تتعاون مع زملائك في العمل أفضل بكثير من أن تعمل بمفردك. عاطفيا، إذا لم تكن صادقا مع الشريك من الأفضل أن لا تصارحه بمشاعرك تجاهه، لأنه قد لا يتفهم الوضع راهنا. مهنيا، مشكلتك الوحيدة إنك دائم التردد في الإقدام على خوض غمار المشاريع الكبيرة، على الرغم من قدرتك الكبيرة وإمكانياتك. صحيا، لا تتوقع أن يكون في حياتك فترة سيئة إلا بعد إهمال كبير. أنت قادر على وقف هذا الإهمال بقليل من التوعية والحفاظ على الصحة.